كنتي ملهمة يا رانيا ومؤثرة من خلال السوشيال ميديا ومن خلال الصفحة بتاعتك رانيا. ما أيوة. تعرفش المستحيل. ناس كتير بتبعت لها تقول لها أنا معايا طفل مريض كنت فاقدة الأمل فيه. بتأثر على الناس ومؤثرة. أيوة. أنت عارفة يعني أنا إيه تكوني شخصية مؤثرة؟ أنا بقى عندي أمل في ابني. مش عدد معين اللي بيبقوا مؤثرين دول، ناس معروفين بالاسم، مش أي حد بيبقى مؤثر. ما شاء الله عليك. إحنا النهاردة عايزين بقى نديك الهدية بتاعتنا بتاع الجوهرة المصرية في سي بي سي، من أسرة سي بي سي، أنت والوالدتك. بس هي بقى إيه يعني والدتك الجوهرة الحقيقية، فإحنا هنديها اسم من ذهب، اسم جوهرة مصرية المقدم من أسرة سي بي سي، عشان هي فعلا جوهرة تستحق التقدير. الاختبار